السلام عليكم. في البارت الجديد من الأوسكي اللي هو البارت الخامس راح ندرس به إن شاء الله الإكزامينيشن مات السباين والإكزامينيشن كذلك مات الهيب جوينت. بالبداية إحنا قلنا نعرف عندنا تشيك ليست نمشي عليها ونشوف. وتشيك ليست مات الجوينتات تعتمد على تقريبا 5 شغلات أو 6 شغلات اللي هي اللوك الفيل الموفمنت والأساس فانكشن بالإضافة إلى ذلك إلى التيست. زين؟ هسه نبلش بالبداية نروح للتشيك ليست ونشوف ايش بيها ما بيها ونمشي على اساسها. فبالتشيك ليست بالبداية البريبريشن اللي هي يعني افتتاحية الاكزامينيشن لازم اقدم نفسي مثلا واغسل ايدي واقعد على الكرسي مثلا وهيك يعني هذه المقدمة وتعرفونها وكذلك اخذ الهيستوري من عنده وتعرفون شلون تاخذون الهيستوري. نجي للاكزامينيشن مالت الجوينت. اول شيء الاكزامينيشن راح نبلش باللوك. اللوك بعدة شغلات انا لازم اباوعدها يعني من اريد افحص العمود الفقري السباين لازم انا باوعله من كل الجهات خصوصا من الجهه الخلفيه. زين فبالله بالبدايه لازم اول شيء ابويز مسل ويستنج الاحظ يعني اخليه باوع مثلا للحائط وانا باوع على ظهره اشوف هل يا ترى اكو بعض المناطق العظم مبين بها اكثر من المناطق الثانيه. زين حسب المنظر جيد. وراها الازيمتري. شنو الازيمتري؟ معناها هل كل العمود الفقري بوضعية واحدة لو اكو مثلا فقرات طالعة لي برا وفقرات طابة لي جوا وفقرات صاير فوقها سويلنج فقرات رايحة يعني للجانب اشوفن كل التشابهية مالت الفقرات. زين بعد سكوليوسيس ذن هي السباينال ابنورماليتي هسه راح اراويكم اياها كلية يعني الشغلات وضعية العمود الفقري الغير طبيعي عنده عدة شغلات هسه راح نراويكم اياها ان تقريبا 3. زين بالحاله الطبيعيه العمود الفقري يكون بهذا الشكل بهذا الشكل يكون النورمال مال العمود الفقري. زين يكون هنا يعني ايش عندي شوفوا الانحناء للخلف يسمونه كيفوسيس والانحناء للامام يسمونه لوردوسيس. زين بالي انا بالحاله الطبيعيه بالنورمال هيك يكون العمود الفقري. هنا شنو هنا يكون انحناء للخلف اللي هي بالثوراسك انحناء للخلف نسميه كيفوسيس. وهنا باللمبر تكون انحناء للامام شو نسميه؟ نسميه لوردوسيس. بس هو يعني ما يسمونه لوردوسيس كيفوسيس بالحاله الطبيعيه. زين لان احنا شنو نقول؟ هذا انحناء طبيعي هذا انحناء طبيعي بس هنا هسه انحناء للخلف وانحناء للامام اوكي. لكن تجيني شغلات غير طبيعيه ابنورمالايتس يعني شلون؟ هذا الكيفوسيس شوفوا هنا الكيفوسيس هنا صاير اكبر ما دام صاير الكيفوسيس اكثر من الحد الطبيعي نصيح لهاي الحاله بالكيفوسيس. زين منطقه الثوراسك يعني تحدي منطقه الثوراسك للخلف اوكي. اذا صار لوردوسيس اكثر من الحد الطبيعي هنا زين منطقه اللومبار اللي هو اللوردوسيس بمنطقه اللومبار اوكي. اذا صار لوردوسيس بمنطقه اللومبار اكثر من الحد الطبيعي نصيح للحاله باللوردوسيس هذه اوكي. اما اذا كان اكو انحناء للجانب لاترالي شوفوا هو بالحاله الطبيعيه هيك يكون العمود الفقري عمودي بينما لو كان هيك زين مثل حرف يعني تقريبا مثل حرف سي اوكي بهاي الحاله صح له بالسكوليوسيس. فلان 3 حالات لازم انا باوعلهن زين لازم انا باوعلهن واعرفن شنو اسبابهن. مثلا هنا الانكريز بالكيفوسيس يكون يعني اما الكيفوسيس بسبب الاوستيوبوروسيس فضلا او الاوستيوميليجيا او الباثولوجيك فراكتشر الى اخره. زين بعد من هو عندي الكيفوسيس هاي هم من الفراكتور نفسه ما بيها شيء. اما باللوردوسيس يصير يعني بسبب السبوندلايتس يعني التهاب مات هذا شو اسمه النذني الفقرات او شيء هم يسبب للوردوسيس. المهم هذا بشكل عام يعني بس اسبابها لكن تقدر تقراها لوحدك على مود ما يطول الفيديو فجزيته بس المهم علمتكم عليها. بعد ايش عندي هذا اللمبر لوردوسيس كملنا معناته نجي للفيلينج يعني الاحساس. لازم انا اشوف شنو هي الاشياء اللي انا اركز عليها من اوصل لفقره الفيلينج يعني شلون يعني بالبدايه التمبرتشر لازم اشوف درجه الحراره اوكي. وراها التندرنس ابدي من فوق لي جوا عمود الفقره من بدايته لتحته ابدي اضغط على الفقرات واحده واحده اشوف وين يحس الالم. زين اتحسسن واحده واحده اوكي يا هاي اللي اضغط عليها ويقول اخ. زين بعد سويلنج اشوف اذا اكو سويلنج يعني اول شيء انا كذا راح تعرض المنطقه يعني تخليه مثلا ينزع فانيلته على مود تشوف المنطقه كليتها. وراها راح تشوف اذا اكو سويلنج او اكو بعض الفقرات مبينه حل والفقرات الثانيه ما مبينه حل او تبدي تلمس بين شويه شويه اكيد اذا وصلت الوحده تحس بيها سويلنج. زين بعد شنو هو السباينال بروسيس. السباينال بروسيس يعني شنو؟ يعني هي منطقه اتصال الفقرات مع بعضها البعض تتحسسها هل تقدر توصلها ولا لا.
هل هي بوضعها الطبيعي لو لا، وانت اكيد لازم تعرف وضعها الطبيعي شلون يصير. زين، طبعا ندخل بهذه التفاصيل دي ان شاء الله بالفيز الثاني مو هسه، لكن هاي لازم تعرفها انت. بعد شنو هو؟ ساكرو ايلياك جوينت، هو هذا الساكرو ايلياك جوينت، شوفه يعني تتحسسه من ورا، تخلي ايدك من ورا وتتحسس تضغط عليه شويه. زين، تشوفه هل بشيء ابنورمال، هل مثلا هنا صاير اكو سويلنج، او يعني هل هذا البيشنت اثناء ما يمشي تقوم يوجع هذا المفصل. اوكي، ليش؟ لانه هذا هو مفصل ارتباط العمود الفقري ويا من، ويا اللور لمب او ويا الحوض بشكل عام. بعد شنو هو؟ البارا سباينال مصل، يعني نشوف شو اسمه المصلات، العضلات اللي موجوده دائره ما دائره السباين، شوفها كل وحده وظيفتها. مثلا ال شو اسمها هذه الشيء، الترابيزياس مصل فرضا، اي واحد تصل بالسباين، بعد من هي لاسيماس دارسي فرضا، بعد من هي يعني رومبويد مصل، ذن الليفيتر، لا الليفيتر ما تتصل هواي، بس الرومبويد يعني العضلات اللي ماخذين احنا بس بالابر لمب اللي اخذناها بالباك اوف ترانك اللي هي السوبر فيشل، شوف نخاف بهن خلل كذا ما يقدرن يشتغلن. كل واحد لازم تعرف كل عضله وظيفتها على مود شنو، على مود مني تقول يا بدي لي هاي الحركه، تشوف خاف اكو بها خلل او لا. زين، ممكن هذه همنا يعني عليها. نجي هسه الدور الملي الفقره الثانيه اللي هي الموفمنت، يعني الحركه مالت السباين مالت بشكل عام. خلينا نروح نشوف الحركه مالت السباين. هذا الموفمنت، اول شيء الثوراسيك اند لامبر سباين، يعني من منطقه الثوراسيك لللمبر. خلينا نشوف هذه المنطقه شلون نقدر نفحص الحركه مالتها. اول شيء الفلكشن، مثل ما تلاحظون بالصوره فلكشن، يعني نقلل الزاويه بين الفقرات فنسوي فلكشن انحناء. ask the patient to try to touch his toe، يعني يلمس اصابعه، نقول له يابا المس اصابعك مال رجليك بايديك. زين، يعني ينحني هيك على مود يشوف الفلكشن هل هي طبيعيه لو مو طبيعيه. من يسوي فلكشن هل اكو فقرات تطلع عن حدا طبيعي مثلا تقمز لي فوق لو لا هيك يعني. اوكي، يقول watch the supine for smoothness of movement on any areas of the restriction. زين، يعني اشوف ان تشوف انت المظهر مات شو اسمه الفقرات شلون، هل هو مظهر طبيعي لو غير طبيعي. الدور تبدي هو اثناء ما يسوي فلكشن تبدي تضغط على الفقرات مالتها، تشوف تتحسس التفاصيل مالتها هل هي طبيعيات لو غير طبيعيات والى اخره. زين، نجي هسه الدور بعد المن الى نشوف هذا بعد الاكستنشن. هذا لا، خلينا ناخذ هاي الشارع. هذا التيست نسميه بالسكوبر تيست او السكوبر ميثود. شنو هذا التيست؟ هذا اللي يقيس لي مدى الفلكشن اللي يسويها السباين. شو اسوي؟ شو يقول؟ يقول اول شيء تحدد لي فد منطقه 10 سم، يعني هاي البوينت الاولى، هاي نقطه تحددها، وهاي نقطه، فرضا المسافه بيناتهم 10 سم فرضا. زين، تحددها هو واقف والبيشنت واقف، وراها ايش تطلب من البيشنت؟ تطلب من البيشنت يسوي فلكشن. زين، راح تلاحظ انه المسافه بين هاي النقطه وهاي النقطه راح تزداد. يقول الازدياد الطبيعي لها يكون 5 سنتيمات. زين، الازدياد الطبيعي لها يكون 5 سنتيمات. اذا لقيتها اكثر من هذا، هو اكثر شيء ما راح تلقاه اكثر، ممكن تلقاه اذا لقيتها اكثر من هذا المقدار. يعني مثلا تحددت نقطتين حددت والمسافه بيناتهم 10، وقلت اسوي فلكشن. بعد ما يسوي فلكشن اذا قست المسافه بين النقطتين وصارت 15 فالامور طبيعيه، زادت بس 5. زين، لكن اذا لقيتها اكثر من 15 معناها زايده هواي، زايده اكثر من 5، وهذا حاله غير طبيعيه. او اذا قال له اقل من الخمسه، مثلا لقيتها 13، ف13 غير طبيعيه، معناها ما جاي يقدر يسوي فلكشن بشكل كامل، فمعناها انه الفلكشن عنده به خلل، وهكذا. هذا تيست يعني. وراح نجي للاكستنشن. الاكستنشن تشوفوا مثل ما تلاحظون خليه يرجع لي ورا. فبالحاله الطبيعيه تكون الزاويه مالت الاكستنشن اللي يقدر يسويها البيشنت بالثوراكولومبار هي 30 زاوية، 30 درجة العفو. زين، وراها قلنا سوي لاترال روتيشن هيجي. زين، لاترال روتيشن، وشوف هل المستوى الطبيعي مالته طبيعي، الانحناء مالته طبيعي لو غير طبيعي، تقريبا يكون 30 إلى 45 درجة. إذا لقيته غير طبيعي لازم نفكر كفد حالة مرضية صايرة يعني أو شيء. وراها روتيشن هيجي، خليه يسوي يعني خليه يفر نفسه، تمام؟ يفر نفسه هيجي بالعكس، ويكون الروتيشن الطبيعي 45 درجة، أوكي؟ والسيرفايكل هسه نجي لمن دول السيرفايكل سباين. هسه اخذنا شنو الثوراكو لومبار فحصناه. زين، نجي هسه لمن السيرفايكل سباين، شلون نسوي فلكشن يدنق لي جوا واشوفه هل التدنيقه مالته طبيعيه لو غير طبيعيه، يعني 80 درجه حاله طبيعيه مالته. زين، وراها اكستنشن اخلي يرجع الركبه مالته لورا، اوكي، فيكون الحاله الطبيعيه مالته 50 درجه. زين،
بعد شنو هو اللاترال فلكشن، يعني خليه شيء يحنا رقبته يكون زاوية 45 اوكي، والروتيشن هم نفس اللي اخذناه ويا السوباين تكون زاوية 80. خاف يعني يحس بألم اثناء ما يفر رقبته، معناها عنده سبوندلايتس يعني التهاب بالفقرات العنقية. هسه هذه اخذناها، خلينا نروح بعد هاي بالنسبة للموفمنت، كم من الموفمنت وما بيها اي شيء زين. بعد ايش عندنا؟ عندنا هذا الرفلكسز والسترايت ليج رايزنج، هذا راح ناخذ ان شاء الله بعدين بنهاية البارت هذا اللي هي التيستات اللي خاصة بالسوباين. وراها الني والانكل، شنو يعني؟ يعني شنو علاقة الجسمه؟ خلي مثلا افحص الني، افحص الانكل، الترايسبس مالات يعني اللور ليمب والبايسبس كذلك، السوباينيتر ذن افحصهن. بس اكثر شيء راح اركز عليه ان شاء الله بالبارتات الجايه اللي راح يعني ندرس بيها الني وندرس بيها الانكل تمام، وركز على الشغلات اللي ارتباط بيها. يعني مثلا اثناء ما يتحرك، اثناء ما ينام فرضا، ارفع الني او اسوي فليكشن للني، هل يحس بالم لو لا؟ هيك لان يعني اكو يعني احساس واكو فد ارتباط اصلا نشوف بالتيسات ان شاء الله بين الني وبين الانكل فرضا، او بين الهيب جوينت وبين السوباين. فمثلا من احرك الليج مالته راح ظهره يقوم يوجع، ليش؟ اكو بينات ارتباط، لان يعني الاعصاب كلها طالعه من العمود الفقري. فاذن ان شاء الله ناخذن بالجايات. بعد الاساس فانكشن، بالنسبه للاساس فانكشن اخلي البيشنت انه يمشي وشوف هل عنده فد جيت مثل ستابيج جيت او ترندلن بارك جيت والى اخره زين. هذا بالنسبه للفانكشن خلصنا من عندها. هسه نجي من الدونج للتيستات، التيستات اللي نقدر نسويها على من؟ على السوباين اوكي. نشوف من التيستات سبيشال تيست. اول شيء عندي سترايت ليج رايزنج تيست. شنو سترايت ليج رايزنج تيست؟ مثل هذا، شوفوا اخلي ايده رجل العفو تنمد، يعني ما اسوي بها فليكشن، خليها اكستنشن اكستندد تمام، سترايت عدله، وارفعها هيك لفوق. شلون هذول اللاعبين مال الطوبه ذا شايفين اوكي. بالبدايه لازم نعرف الاحاسيس وشلون تنتقل الاحاسيس زين، على مود قبل اروح للتيست، لان التيست يعتمد عليه. هسه نجي للنيورولوجيكال اكزامينيشن. عندي بالنسبه للابر الابر ليمب، انا ما يخصني بالابر ليمب لان الابر ليمب اخذنا شو اسمه مالته، يعني بس تعرف ان مات الهيبرتونيا والنورموتونيا والهيبوتونيا زين. اذا مات التونيا، يعني الهيبرتونيا معناه شلون عنده تقلص زياده بالعضلات زين، الهيبوتونيا اقل يعني، والنورموتونيا يعني طبيعي ما بيشي. البور العفو الشولدر، فانت اللي تاثر على الابدكشن مال الشولدر C5 C6، وعلى الادكشن اللي C6 C7 C8 اذا تحركن او صار بين خلل راح ياثر عليه على الادكشن. الالبو اللي اثر على الفليكشن مالتي اذا صار عندي خلل C5 C6، الاكستنشن C7 C8. بعد الرايس ريفلكشن C6 C7، الاكستنشن C7 C8. انا بس تحفظهم يعني الفينجر اذا موجودات قدامك. الرفلكسز عندي بالرفلكسز، تعرفون عضلات الرفلكسز اللي هي شلون؟ عندي هسه هنضيف لكم صوره حتى تشوفوها. هذا الرفلكسز، الرفلكسز يعني شنو؟ يعني اجيب انفد هذه هيك الاله مثل ما تشوفونها قدامكم، وخليها تمشي على مناطق محدده بالابر لمب او باللور لمب، على مود اشوف ان الاحساس اللي موجود بهاي المناطق. مثلا اذا امشيها على البايسبس جيرك يسمونها، ف يعني على مود افحص C5 وC6، اذا على الترايسبس افحص C7 وC8، اذا على البريكارديالس فافحص C5 وC6 وهكذا. هذا بالابر لمب، كذلك باللور لمب هسه راح نشوفها. بعد هاي بعدنا بالابر لمب، يعني هو الخاص بالسوباين، احنا جايين عشان السوباين. سنسيشن مثلا عندك C5، كل وحده وكل منطقه واحساسها. C5 مثلا هذه هنا هاي المنطقه اللاترال ارم، C6 هي اللاترال فور ارم، C7 طبعا ويا الثامب والاندكس فينجر هيجي. هذه عندك C7 اللي هي الميدل فينجر اوكي، والC8 اللي هي الرينج والليتل فينجر هذه هنا، والT1 اللي هي هذا الميدل ارم، T1 تقريبا هذا الميدل ارم، متصل عندنا T2 T3 وهي وهكذا زين. نجي الدور للور لمب، هم نفس الشيء باللور لمب، هم عندي هيبرتونيا ونورموتونيا وهيبوتونيا زين، اللي تعرفونهن عندي هم انا كذلك كل منطقه، وكذلك الاعصاب اللي مسؤوله عنها. مثلا عندك بالهب عندي فليكشن اكستنشن ابدكشن وادكشن، كل واحده مسؤوله عنها اعصاب طالعه من فقرات محدده زين، مثل ما تلاحظون قدامكم. كذلك اني هسه احنا اكثر شيء نركز على الهب والني، يعني مات المفاصل اللي هي الهب هذه مالاتها، والني وذني مالاتها، والانكل مالاتها، والتارسل جوينت مالاتها زين، اني تحفظني يعني كل وحده ومالتهن. والرفلكسس نفس الوضع، اذا امشيها على الني شلون مثل الساعه بهذه الصوره، امشيها على الني فدلنا على يمين، دلنا على الالفور والالثري، واذا على امشيها على انكل هذه هي هاي شلون الحلقه زين، على مود يعني شلون اشوف الاحساس مالته، فمعناها اقيس الاس 1 والاس 2. واذا على البلانتر رفلكسس، شنو بلانتر رفلكسس؟ يعني معناها امشي هذه الحلقه
امشيها من باطن القدم. شو من باطن القدم؟ هيك يعني من جوا، من جوا امشيها زين. هذه بلانتر رفلكسز يسمونها. فعلى مود اقيس الالفايف والاسوان والاستو اشوف الطبيعه مالت الاحساس، هل واصل الاحساس اللي هنا لو ما لو منقطع. وهذا سنسيشن مثل ما تلاحظون الالوان لمنطقه الجروين، تعرفون منطقه الجروين اللي يصير هنا على الفخذ من جهه الميديال، والالتو اللي هي الانتيرر ثاي، الال3 الانتيرر ني، الال4 الميديال ليج، كل المذكورات قدامكم يعني بس تحفظهم كافي. هسه نكمل دور السبيشال تيست اللي من ساعه وقفنا عندها، اللي هي من هي عدة سبيشال تيست، السترايت ليج رايزنج تيست. شنو هذا؟ هذا اخلي المريض ينبطح تمام، واخلي رجله مستقيمه كامله يعني الني اكستنشن، وابدي ارفع بيها لفوق لهذا الاتجاه زين. شو يقول؟ يقول هنا اذا حس اذا اكو الم، اذا اكو الم زين بزاويه اقل من زاويه 60، يعني انت هسه مو جاي ترفع بي، ترفع برجله ولسه ما وصل لزاويه 60 وحسب الالم، معناه شنو هو؟ معناه هذا التيست بوزيتيف. يعني شنو بوزيتيف؟ يعني عنده الم بظهره، اكو شيء سبب لي هذا الالم زين، اكو في ديفكت بالظهر سبب لي هذا الالم اوكي. يقول كروس سياتيك تنشن، يعني مثل ما نقول التنشن اللي يصير على السياتيك نيرف منطقه السياتيك، سيفير روت روتيشن، يعني شنو هو؟ يعني يصير اكو خلل بالروت مات السياتيك. شو يقول بين اون ذا افكتد سايد، on the affected side where rising the unaffected leg. يعني شو يقول؟ يقول اذا هذا الحاله مالت الكروس سياتيك تنشن، كروس سياتيك تنشن يعني شلون كانه اكو خلل بالسياتيك نيرف بالروت مالته. هذا شو يقول؟ يقول اذا ارفع الرجل الغير متاثره فراح يحس هذا البيشت بالم بيمن بالقدم الثانيه. وضحت السالفه؟ اذا يرفع رجل وحده من عندهن ويحس البيشت بالم بالرجل الثانيه، معناه هو هذا التيست بوزيتيف، عنده الروتيشن بالروت مالت من مالت السياتيك، شو اسمه السياتيك، هو سياتيك تنشن اوكي. فانا شو يقول بعد؟ يقول بالنسبه للسياتيك ستريتش تيست هم التكمله وياه، يقول فولوينج اس ال ار يعني هو سياتيك ليج رايزنج تيست، وراها يقول دروب ذا ليمب اباوت 10 درجه تو ريليف تنشن اون ذا روتيشن نيرف روت، وراها شويه شويه انزل الرجل، انزلها بمقدار 10 درجات. انا شقد مثلا شقد انا كنت رافعها من ساعه، كنت رافعها مثلا من ساعه بزاويه 50 درجه وهو حسب الالم اوكي، هسه انزلها بمقدار 10 درجات اوكي. وش اسوي بعد؟ اسوي دورس فلكشن المل الانكل اوكي، على مود شنو؟ يقول تو ريدوس ذا سيم بين، على مود اوخر البين اللي حس به هذا، على مود شلون ارجع الوضع الامور للحاله الطبيعيه، خو ما اخلي البيشنت يتالم، فارجعها بمقدار 10 درجات ودور اسوي دورس فلكشن، على مود شنو هو؟ على مود اسوي ريبروديوس ذا سيم بين اوكي زين. يعني شلون كانه عاده اكون هذا الالم اللي سبب لي اول مره زين. هسه هنا الامور واضحه. اول تيست، ثاني تيست اللي هو الفيمورال سترايش تيست. شنو هو الفيمورال سترايش؟ مثل ما تلاحظون بهاي الصوره قدامكم بالبدايه ايش يقول؟ يقول انه فور لامبر روت سنسيتيفيتي، يعني شنو هو؟ يعني بالنسبه للروتات، الروتات مالت النيرفات اللي موجوده وين؟ اللي موجوده بمنطقه اللومبار، للحساسيه مالتها، على مود يشوفون هل بيهن خلل او ما بيهن خلل اوكي. يقول لازم اول شيء يكون البيشنت بحاله برونيتد، يعني مستلقي البطن على بطنه على الار صايره اوكي. وراها اسوي للثاي، اسوي للثاي يعني هيك شيء، اسوي اكستنشن واسوي للني فليكشن اوكي، وشوفون هل عنده الم لو ما عنده الم. يقول بين مي بي فيلت ان فرونت اوف ذا ثاي، يعني بالمقدمه الثاي، ان ان ذا باك وبالظهر. اذا صار عنده يعني بوزيتيف هيك، يعني اذا حس بالم بالمقدمات الثاي او بال يعني بالانتيرر ثاي زين، او الفرونت مثل ما نسميه، والباك يعني بظهره، فمعناه عنده هذا التيست هو بوزيتيف، يعني عنده خلل بمن بالروتات مات من منطقه اللومبار. هذا بالنسبه خلصنا من عنده. نجي هسه من الدور، نجي المل للهيب، الهيب اكزامينيشن. شنو الهيب اكزامينيشن؟ هم كذلك هم عندنا في تشيك ليست راح نمشي عليها ونشوف ايش بيها ما بيها. بتشيك ليست اول شيء بريبريشن، هذا نعرفها. نجي لللوك، اول شيء نشوف البوستر، الوضعيه اللي اجاني بيها البيشنت مالت الهيب جوينت مالته زين. البوستر يعني شنو؟ يعني الوضعيه اللي اجاني بيها مثل ما قلت لكم، الوضعيه مالته هل كانت اول ما طب مشيته شلونها؟ هل دل على نوع من انواع المشيات اللي متعارف نعرفها احنا مثل ستيباج جيت، ترندلنباك جيت والى اخره؟ لو لا فرضا يعني
الستاندنج وقوفه شلون يكون الوقوف مالته، الليفل الياك كريست شنو الليفل الياك كريست، يعني الياك كريست تعرفون هاي المنطقه اللي موجوده بالالياك نشوفها هل هي بمستوى طبيعي ولا لا، هل وحده من عندها نازله وحده صاعده، الليفل الياك كريست. اوكي بعد الترندلنبار جيت مثل ما تعرفون هذه ما شايفين كلكم الترندلنبار جيت، يعني اثناء ما يمشي نشوف انه يصير اكو دروبينج بال شو اسمه بالحوض مالته على الرجل الثانيه، والخلل صاير وين؟ صاير بال العضلات اللي هي الجلاتيوس مينيموس والميدياس. اوكي بعد وراها الاستلقاء مالته بعد ما يستلقي اسوي له فليكشن على مود اشوف اذا اكو فليكشن ديفورميتي بالهيب جوينت، يعني شنو فليكشن ديفورميتي شلون ما اخذناها بالبو جوينت، فليكشن ديفورميتي يعني صار اكو فليكشن لا ارادي. اوكي بعد الليج لينث يعني طول ما تساق، هل اكو طول ساق طويله وساق صغيره لو اثنيناتهم نفس الطول، اوكي او هل الطول مال سيقانه متلائم ويا جسمه لو ما متلائم ويا جسمه، مرات يجي شخص الطول مال سيقانه قصيره حيل بينما هو جسمه طبيعي. تمام بعد المصل ويستنج، هل اكو ضعف بالعضلات مال الثاي او اللي دار ما دار الهب، بعد شنو هو السكار خاف اكو فد يعني ندبه صايره على الهب جوينت مالته او المنطقه اللي قريبه على الثاي اللي يدل على وجود عمليه جراحيه او تروما او الى ما الى غير ذلك. بعد السكن تشينج، تغيرات بالجلد اذا هذا جلد ازرق هذا ثين هنا ثيك كذا زين، السويلينج والسيميريتي لانه تعرفون هي كليتكم. نجي للما دام احنا جينا علق والجنرال اكزامينيشن، انت راح تشوف البيشنت شلون يدخلك للعياده وشلون جاي يمشي على مود تعرف الجيت مالته، حتى لازم تعرف الوضعيات مال الجيت كليتها. بالنسبه للجيت ماخذينه احنا عندي السوينج سوينج فيز بها فيزين، الجيت يعني المشي بي فيزين ومرحلتين، واحده السوينج وواحده الستانس تمام او الستاندنج. اول نوع يعني اي خلل يصير بذن الفيزات راح يؤدي الى ابنورمال جيت. اوكي نجي هسه انواع الجيتات مالت البيشنت، اول وحده اللي هي الانتلاجيك جيت. شنو هاي الانتلاجيك جيت؟ هذه معناها انه يقول ان بينفول هيب، يعني الالم مالت البيش مالت الهيب او مالت البيشنت صاير وين؟ صاير على الهيب جوينت، بالتالي ما يخليه يقدر يمشي مشي طبيعي. فشو يسوي؟ راح البيشنت يشيل يعني شلون القدم المتأثرة راح تنشال، ما راح تسوي وضعية الستانس فيس، يعني راح تبقى طايرة مثل ما نقول. البيشنت يحاول ما يحرك المفصل الهب اللي بألم، بالتالي أشوفه أنه الرجل اللي بيها ألم بالهب جوينت مالتها البيشنت ما يقدر يحركها، ما يقدر يشيلها لفوق ويسوي بها يعني جيت الطبيعية مثل ما نقول. زين فش يقول؟ يقول أنه هذا الرجل ما يصير بها ستانس فيس، وضحت السالفة؟ فنسميها هذه بالانتلاجيك جيت، تقدر تشوفها فيديو على اليوتيوب. بعد نجي لمن الدور بالويدنج جيت. الويدنج جيت شنو هذه؟ هذه يعني يشيل الرجل اللي فوق كلية القدم هذا كله احنا ماخذينه بالجيتد الويدنج جيت. يقول البادي سويز فروم سايد تو سايد، يعني الجسم مالته يقوم يتأرجح من هذا الجانب للجانب الثاني، شوفه يتأرجح من جانب الى جانب ثاني. ليش؟ باع يصير اكو ضعف بالعضلات مات شو اسمه يعني مات الهب مات الهبي زين او مات البلفك بشكل عام، بالتالي يقوم شلون يمشي الشخص هاي مات الويدلينج جيت شلون يمشي؟ يمشي مثل شايف الطفل اللي توا يبدي يتعلم بالمشي، من اشوفه يعني يشيل الرجل هاي بالقوه ويحط الرجل الثاني، شايفه شلون الطفل الزايرون من يمشي؟ زين يصير مشيته نفسيته يعني نسميه بالويدلينج جيت. اوكي بعد نجي من السير كومدكشن جيت، هذا شنو هي؟ المشيه الدائريه، شوف مشيه دائريه، هذا البيشنت عنده خلل بمن؟ عنده خلل بالنيرف اللي يغذي العضلات المسؤوله عنه عن البلانت الدورس فلانكشن سيان، بالتالي راح يرفع يفر رجله حيل في سبيل هاي ماخذين احنا يفر رجله هيك يعني شوفها بهذا الاتجاه من يمشي في سبيل ما يطخ القدم مالته الفيت بالارض زين، فهذا نسميها بمن؟ بالسير كومدكشن جيت. بعد عندي شنو هي الجلاتيوس ماكسيموس جيت، شنو هاي الجلاتيوس ماكسيموس جيت؟ هذا يقول ان باراليسيس اوف ذا جلاتيوس ماكسيموس، الجلاتيوس ماكسيموس يصير بها باراليسيس. اوكي بالتالي يقول البيشنت لارس باك وورد دورينج ستانس فيس، يعني البيشنت اثناء ما الستانس فيس يعني عمليه الوقوف، بعمليه الوقوف بالحاله الطبيعيه يكون الجسم باستقامه واحده ويا من ويا الرجل الواقفه هيك، بينما بمن بالجلاتيوس ماكسيموس جيس لا راح اشوفها هيك صايره بهاي الوضعيه زين. بعد نجي للترندلنبار جيت، هذا كلكم تعرفون هالبيشنت انه البلفك مالته مثلا اذا هذا الجيت هذا الرجل متاثره، فمن يمشي نشوف انه جسمه كله ينقلب لهاي الاتجاه
اوكي راح اخلي لكم رابط مال الفيديو بكل الجيتات اسفل الفيديو هذا على مود تشوفون كليتهن زين. والخال وين الخال؟ قلت لكم بالجلاتوس ميديوس والمينيموس زين. وهذه لان اكثر شيء اللي هنا ماخذين احنا. بعد مني هذا عندي الشورت لم جيت. شورت لم جيت معناها شنو؟ معناها رجل مات البيشنت قصيره اوكي. يقول when the affected limb become short up and down movement of half of the body. يعني شنو؟ يعني شخص عنده اثنين رجلين اكيد بس واحده من عندهم طويله واحده من عندهم قصيره. فشوفونا شلون يمشي هيك شلون الاعرج. بعد الكوادرسبس جيت. الكوادرسبس جيت مثل هذه. هسه شوف هذه حاله النورمال. هذا النورمال هيك شيء. بينما الكوادرسبس لا يكون الشخص منحني للامام اوكي يلا يقدر يمشي. هذا نسميها بالكوادرس. ليش؟ ان الكوادرسبس مصل يصير بيها شنو؟ يصير بيها ضعف اوكي. هذه خلصنا منعتها من الجيت هذني. وهذا صور عليهن يعني بس تقدر تطلع عليهن خاف يجنك لان كلش مهمات. بعد اسال من الدور نجي بعد ما اخذنا اللوك نجي للفيل. الفيل شنو هو؟ ابدي على الهيب جوينت مالتي او الثاي هم كذلك اتلمس اشوف اشوفهم البوني لاند مارك. يعني شنو هو؟ يعني مثلا الهيد مالت الفيمر بالحاله الطبيعيه هل اقدر اتحسسه انا لو لا؟ ما اقدر اوصل له اوكي. فرضا انت جاك بيشنت تقدر توصل تقدر تجيس الهيد اوف ذا فيمر مالته اوكي. ليش؟ معناها صار اكو بيخلع ممكن زين. بعد الالياك كريست ما الياك كريست عظمه الالياك فرضا عظمه الثاي هل تقدر توصل لها تتلمسها؟ يعني بعض العظام اللي تقدر تتلمسها بالحاله الطبيعيه خاف ما تقدر تتلمسها بالحاله الغير طبيعيه لازم هنا اكو سويرلينج او اكو شيء ياثر عليها اوكي. بعد مثل الجريتر تروكنتر. الجريتر تروكنتر تقدر تتلمسها فرضا زين. لكن اذا صار عليها سويرلينج وكذا بعد ما تقدر تتلمسها يعني لازم انت تتحقق من عندها. التمبريتشر درجه الحراره والتندرنس والسويرلينج هم تركز عليهم. الموفمنت. الموفمنت مالت الهيب جوينت تعرفون انتم شنو هو. العفو عندي فليكشن. عندي فليكشن وعندي اكستنشن للش اسمه للهيب جوينت زين. فمن هو المسؤول عن الفليكشن ومن المسؤول عن الاكستنشن؟ الفليكشن المسؤول عن الفليكشن مالت الهيب مسؤول عن الفليكشن مالت الهيب هي نفس العضلات اللي مسؤول عن الاكستنشن مالت من مالت الني واللي هن من الانتيرير اوف ذا ثاي زين. بينما البوستيرير مسؤولات عن الفليكشن مالت الني زين والاكستنشن مالت الهيب. وضحت السالفه؟ واحده عكس الثانيه. فاذا انت لازم شو تسوي؟ لازم تشوف الفليكشن اوكي وتشوف الاكستنشن وكذلك اللاترال روتيشن والانتيرنال روتيشن كل واحده من عندهن. الني والثاي نفس الوقت تفحصن على مود تشوف الحركه مالتهن اوكي. والفانكشن بعد اطلب من البيشنت مثلا يمشي لي على مود اشوف المشي مالته خاف عنده يعني خلل بالمشي او احد المشيات اللي من ساعه شفناها احنا بالشرح تمام. نكمل هسه بالموفمنت. خلينا نروح نشوف الموفمنت بعض الشغلات اللي عليها. هاي الموفمنت بالبدايه الفلكشن يكون من 110 الى 130 درجه مثل ما تلاحظون هسه. هذا شلون هاي الفلكشن هسه طبعا للهيب جوينت. يعني شوف اخلي اسوي عمليه فلكشن هيك للهيب جوينت تقريبا يكون حد 140 130 درجه. بعد الاكستنشن الاكستنشن يكون تقريبا 20 درجه اكثر شيء. هذا الاكستنشن زين هيك بهذا الشكل هم الاحظ الاكستنشن مالته. والابدكشن والادكشن مالته والانترنال روتيشن هذا هسه الابدكشن والادكشن هذا الادكشن اللي ورا وهذا الادكشن اللي قدام. بعد الاكسترنال روتيشن للهيب جوينت مثل هذه الوضعيه يكون ب 90 درجه وهذا فور اكستنشن. بعد عندي الانترنال روتيشن يعني للداخل اثنيها للداخل عكس هاي عكس هاي الاكسترنال روتيشن عكسها زين. مثل هذه انترنال روتيشن وهي يمكن نسويها بالعكس. هذا الانترنال روتيشن اوف ذا هيب جوينت هيك شيء اسحب الليج اللي برا فهو راح يجي لي هنا وهذا عكسه زين. اسحبها لي قدام فالليج راح يطلع لي برا الهيب راح يطلع لي برا العفو يعني عكس المنظر اللي تشوفونه قدامكم. اسحب الني لي هنا الهيب يروح لي غادي هذا لهنا لا بالعكس اسحب الني لي برا الهيب يجي للداخل. فهذا انترنال روتيشن وهذا اكسترنال روتيشن. هم نشوف كل وحده ودرجاتها لازم نعرفها. نجي هسه من للتيستات. عندي هسه التيست اللي موجود عندنا بالتشيك ليست هو واحد يكفي نطلع عليه وكافي اللي هو من هو الثاموس تيست زين. شنو هذا الثاموس تيست؟ اول خطوه شو يقول بهذا شو اسمه؟ يقول لازم اخلي البيشنت نايم. هذه اخلي البيشنت نايم مستلقي واخلي ايدي اليسرى وين؟ اخلي ايدي اليسرى تحت منطقه اللومبار مالته على مود اتاكد انه اللوردوسز تعرفون اللوردوسز اللي من ساعه اخذناه اللوردوسز مالت الباك شبيه صاير فلات يعني ماكو لوردوسز باللمبار ليجن
كله صاير فلات، يعني العمود الفقري كله مستلقى على على من على الفراش. اوكي وراها اسوي فلكشن فولي فلكشن المن للهب وكذلك المن للني مثل ما تشوفون هنا، سوي اكستنشن فلكشن العفو للهب وفلكشن للني. اوكي مثل ما تلاحظون قدامكم. يقول بعد ما سويت هاي العمليه اذا لاحظت ان القدم الثانيه رفعت عن السرير بهاي الحاله معناها عندها ما يعرف بالفلكسد فلكشن ديفورميتي. زين اذا رفعت القدم الثانيه عن الـ عن شو اسمه عن السرير بشكل اعتيادي وهي ما سويت هاي الحركه، لكن اذا بقت نفسها فما بيشي. هذا اول تيست. التيست الثاني اللي هو التراندلمبار جيت، اللي هي بزنا التيستات اللي عندنا اثنين والبقيه هذه طلع عليهم طلع عليهم عادي. التراندلمبار جيت شنو هذا؟ هذا يفحص لي امكانيه اذا كان عنده ما يعرف بالتراندلمبار جيت او لا. شلون شنو التراندلمبار جيت؟ ايش رايك وخلل بالجلاتيوس مينيموس وميديوس بحيث ان ذن العضلات مسؤولات عن بريفنت دروب اوف ذا بيلفيك تمام على من على الهيب جوينت من علي اثناء المشي طبعا. اوكي فاذا سويت له هذا التيست وطلع عنده بوزيتيف معناه عنده ترند لامبار جيت، واذا ما طلع عنده بوزيتيف معناه شنو يعني نيجاتيف يعني ما عنده ترند لامبار جيت. شلون نسوي هذا التيست؟ يقول اول شيء اسال المريض يعني اطلب من عنده انه يوقف على رجل واحده، يوقف بس على رجل واحده ثانيه يشيلها. يقول بالحاله الطبيعيه الالياك كرايس، كلكم تعرفون الالياك كرايس وين موجود، شو يكون على القدم، القدم اللي تكون شو اسمه with the foot of the ground، يعني القدم اللي تكون فوق of the ground. اوكي هاي الالياك كرايس يكون صاعد، الالياك كرايس شبي يكون صاعد. هسه اوريكم اياها هنا بالصوره، هذا ترند لامبار جيت. زين اذا هو واقف على هذا الرجل فرضا، هذا الرجل فالالياك كرايس اللي هو هذا هنا اوكي راح يكون صاعد. هاي وين؟ بالحاله الطبيعيه، بالحاله الطبيعيه. هسه هذا النورمال النيجاتيف، هذا نورمال. اذا وقف على رجل واحده فالالياك كريست اوكي ايش راح يكون بيه؟ راح يكون رايز. زين لكن ايش يقول هنا؟ هسه خلينا نروح له هيك، شوف قارون اللي بين هاي، هسه رجل واقفه وهاي رجل الواقفه، هذا نورمال هذا اب نورمال. زين اوكي هذا الواقف ايش يقول؟ يقول الالياك كريست للرجل الثانيه اللي تكون صاعده عن الارض اوف ذا اوف ذا جراوند، ايش يكون الالياك كريست؟ يكون مالته مرتفع يعني بنفس المستوى. لكن هذا بيمن هذا هذا النورمال، لكن الاب نورمال ابو الترند لامبار جيت من اقل اوقف على رجل وحده فالاحظ الالياك كريستات مالته وحده هنا، وحده صاعده وحده نازله. اوكي وحده صاعده وحده نازله يعني شنو؟ يعني هابطه لي جوه الثانيه رجل الثانيه، فهذا معناه عنده ترند لامبار جيت. ولهنا وصلنا الى نهايه هذا البارت اللي خاص بالسوباين اند هيب. طبعا بعض اكو ذني تيستات اذا بكيفك اذا تريد يعني تقراهن او لا، بس هو اللي عندنا احنا فقط الثامس تيست وكذلك الترند لامبار جيت.